بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. باسم الجيش السوري الحر، أنا العقيد الركن عفيف محمود سليمان، أعلن عن تشكيل كتيبة درع الشمال المؤلفة من عدة سرايا، مهمتها الدفاع عن المدنيين وحماية المظاهرات السلمية من عصابات النظام الأسدي من جيش وأمن وشبيحة الذين انتهكوا الحرمات واستباحوا الأرض والعرض. ونعاهد أبناء شعبنا الحر أن نكون الجند الأوفياء المدافعين عن حقهم بالحرية والكرامة التي انتهكها هذا النظام، وأن نضرب بيد من حديد على كل من يحاول النيل من حرية وكرامة أبناء شعبنا. ونعد النظام وعصاباته المجرمة أن نلاحق فلولهم أينما حلوا ونزلوا حتى ننال كامل حريتنا وكرامتنا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عاشت سوريا حرة أبية، عاشت سوريا حرة أبية، عاشت سوريا حرة أبية، عاشت سوريا حرة أبية. أنا الرائد محمد حمدون مرتبات القوى الجوية لواء التأمين الإلكتروني الأول، أعلن اشتفاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر كتيبة درع الشمال، وهذه هويتي. أنا الملازم أول محمد حسن الحسين من مرتبات الفرقة التاسعة دبابات اللواء 43 دبابات، أعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وأعلن انضمامي إلى الجيش السوري الحر كتيبة درع الشمال، وهذه هويتي. أنا الملازم أول من عبد السلام حسين دبابات الفرقة 18 دبابات لواء 167 دبابات، وأعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر، وهذه هويتي. أنا الملازم أول غازي عمر من مرتبات الفرقة التاسعة اللواء 33 دبابات، وأنا شقيق على الجيش الأسدي وضمي الجيش الحر من الشمال، وهذه هويتي. أنا الملازم بسام العبود من اللواء 155 كتيبة 579 صواريخ، على انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش السوري الحر كتيبة درع الشمال، وهذه هويتي. الله